كما راك شفت كنت معنا واحد من الحاضرين انت، كان الجمعيه العامه هذه الحمد لله كل راهم رشحوني وانتخبوا عليا. نشكرهم جميعا اللي كانوا حاضرين، ونشكر اللي كانوا غايبين وصي اللي ما جاوش اللي عندهم ظروف تاعهم شخصيه، ونشكر حتى اللي بالكش كاين بعض الاشخاص اللي ما همش بالكش ما قنعتهمش، ومانيش عارف بالك كاين بعض الاشخاص يقول لك بالكش ما عندوش تجربه في هذا الميدان، ولكن انا الحمد لله اتخذت التجربه هذه من العام اللي فات. كنت رقم ثاني مع رئيس طبو، نشكره على المجهودات اللي قدمها للفريق ونحترمه بزاف. مشينا السنه ان شاء الله، حبيت نمد صوره طيبه حسنه الفريق تاعنا شبيبة سكيكدا. بالنسبه للجمعيه العامه اش راح نقول لك، انا نقول لهم راهم مشكورين اللي داروا فيا الثقه، ولازم نكون على قد هذه الثقه، وكيما نقول لك الشبيبه لازم يقولها رئيس الشباب، انا نهضرها لك الاسم تاعها يكفي. الحمد لله ما كاش الانصار، كل الانصار، كل واحد الانصار تاع الفرق، كل طالب بالهدف تاع الفريق تاعو. بصح حنا تاعنا حاله خاصه هذا العام، خاصه واش هي؟ الاولى لازم نكون مكتب مسير كفء، تكون عنده اطارات في الميدان الكروي. بعد ما نكون المكتب هذا كما تعلم سمانا، بالنسبة لي راني مكمل، سما المكمل هذا اليوم درت راني اوفيسيال رئيس النادي. تحضرت اللاعبين، عندي اتصالات بعد اللاعبين، راح نكون الفريق. الفريق هذا لازم تكون عنده لمسة كروية. اللمسة هذه الكروية هي اللي تحقق النتائج. انا باش نتكلم لك على صعود ولا الهدف ولا حاجة، الصعود هذا راهم اي فريق اللي ما عندوش هدف ما سما ما سي با لابان يلعب الكره هذه. احنا الاول حاجه هو التشريف الكره السكيكديه، ونرجعوا الكره السكيكديه اللي كانت من بكري وقت الماضي كانت تشرف ولايات كامله في الجزائر. وحبيت نزيد نديرها حاجه خلاف، احنا كنا فريق مجروح، وحبينا ان شاء الله مدى بينا الجرح هذا ان شاء الله يبرى ان شاء الله. الوالي اللي راح ينتقل الولايه خلاف راهو ديجا ساندنا وعاوننا بزاف، ما يخفاش عليه المشكور. كل واحد اللي ساند شبيبة سكيكدا راهو مشكور على باله بنفسه. نتمناو جديد الوالي ان شاء الله مرحبا به في سكيكدا الولايه تاعنا، نتمنى له ان شاء الله يعمل ان شاء الله ويحقق التنمية المحلية في ولاية سكيكدا بمساندة السلطات المحلية اللي معاه اللي راهم مشكورين. وإن شاء الله نستناو منهم السند القوي إن شاء الله بالنسبة لنا إن شاء الله، وراهم مشكورين. الرئيس تاعنا إن شاء الله ربي يوفقه في المهام الكبيرة إن شاء الله. التحدي تاع الفريق الوطني، وعندنا كاليفيكاسيون كوب دي موند، وراني من درك هنا راهو مرحبا به في سكيكدا، راهو معروض عندنا مرحبا به. احنا ما عندنا حتى مشكل مع رئيس ولا مع رئيس نادي، سما بالنسبه لنا الصفحه هذيك طويناها. جمهور سكيكدا كله هنايا راهو كيما نقولوا يشوف الفريق تاعو برك، يعود الفريق تاعو يحقق النتيجه الحمد لله، وباقي كل شيء يجي وحده بالعمل والاراده وكل فولونتي والتكامل. راح نديروا هنا ان شاء الله سنه كتله، كتلة إطار فني، مسيرين، مناصرين، الأخطاء تاع العام اللي فات كل ما نعاودوهاش. الأنصار شبيبة سكيكدا نشكرهم، داروا فيا الثقة اللازمة. العام اللي فات حبينا نفرحوهم، وشي الظروف ما سمحت لناش، ونقول لهم بلي راح نعملوا مليح، وكما يقول لك ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه ان شاء الله. ان شاء الله لما لا نكون ان شاء الله كي نكونوا الفريق تاعنا مليح
الهدف هو يجي وحده بلا ما نقيلو نهضرو فيه. سما لما فريق كرة القدم مش معناتها فلازم يجوا تكون لا كويزيون دو جو. كي نحقوا لا كويزيون دو جو هذيك هي اللي تحقق الهدف، مش بالكلام ولا جيب لاعب وحط لاعب ولا الاسماء ولا. احنا ما نهتموش بالاسماء، نهتموا في على التكامل. التكامل هذا هو اللي حقق لنا كل شيء ان شاء الله.